بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا النهاردة في حديقة من أجمل وأقدم الحدائق في مصر. جولتنا النهاردة في حديقة الأسماك بالزمالك. الحديقة تعتبر تاريخ أنشأها الخديوي إسماعيل في نهايات القرن ال19، وبالتحديد سنة 1867. الحديقة افتتحت رسميا سنة 1902 وأغلقت سنة 1965 لفترة طويلة لتجديدها وتطويرها، وافتتحت مرة أخرى سنة 1983. مساحة الحديقة كبيرة جدا، حوالي 9.5 فدان. الحديقة جميلة وفيها تصميمات رائعة وكهوف وأشكال غير موجودة في أي مكان آخر. أنصح الجميع بزيارتها، وتوجد في شارع الجبلية بالزمالك. أسعار الدخول 5 جنيه للمصريين و20 جنيه لغير المصريين. عاوز أقول لكم أني عملت جولة كبيرة جدا في الحديقة، فتابعوا الفيديو للآخر. يوجد جزء تاني لهذه الجولة شيق جدا صورنا ليكم فيه لحظات رعب عشناها داخل احد الكهوف القديمه بالحديقة، وصورنا ايضا لكم المنزل اللي عاش فيه الفنان عبد الحليم حافظ الذي يوجد بجوار حديقه الاسماك. اترككم مع الجوله، ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش الجزء الثاني اللي هننزله على القناه غدا باذن الله. ما تنسوش الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا
يلا.